رقم التليفون مهم الكابتن من نجوم مصر في العصر السابق وكابتن منتخب مصر كابتن احمد بلال. مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد. اهلا وسهلا. اهلا بيك معانا نجوم مصر والاحتفال بالنجمه السابعه، وقبل كده واكيد احتفلت بنجوم مع منتخب مصر، لكن النهارده النجمه السابعه في تاريخ مصر لكره اليد. انا طبعا ده شرف كبير للاعبي كره اليد ولينا كلنا، احنا الحمد لله ربنا اكرمنا في تونس واخدنا البطوله، ويمكن كان من الحاجات الجميله ان المباراه كانت احنا سيدنا من اول مباراه لاخرها، وما شاء الله هم كانوا في مستوى عالي جدا واداء يعني راقي جدا. شايف مصر ازاي على خريطه كره اليد العالميه مش الافريقيه دلوقتي بصراحه شديده يا كابتن؟ لا طبعا هو كابتن خالد حضرتك كنا موجودين مع بعض في تحليل بطوله العالم اللي فاتت، كنا مع بعض واتكلمنا ان احنا كان في حاله من الازدهار كانت بتحصل للبطوله، ان احنا اتقدمنا من التصنيف اعتقد بقالنا سنين كنا بعيد عنه اللي هو الترتيب الثامن عالميا بالظبط، وكانت النتائج المباشره بتاعت الناشئين والشباب بطوله العالم الناشئين وثالث عالم للشباب بتدي انطباع ان شاء الله باذن الله ان في كره اليد في ازدهار وتقدم. طبعا احنا عندنا، انا عارف ان جول مع حضرتك يعني هاني طبعا اخويا ولعب معايا هاني الفقراني. طبعا شرفت طبعا لعب معاك يا حبيبي، سعيدهم جدا. لكن طيار وخيري انا مش عارف مش فاكر مين تاني، كابتن اسلام حسن. كابتن اسلام حسن لا طبعا حبيبي من الناس اللي هي ما شاء الله يعني ده اسكندراني، خلي بالك الاول مدرب ليا في المنتخب فعلا، في تطور في المستوى يعني مش بس في كفريق الناشئين او شباب، لا حتى الشباب اللي هم طلعوا درجه اولى خيري اعتقد ان هم بقى مستوى اعلى، ان هم ازاي يلعبوا بقى دلوقتي الفتره الجايه ان شاء الله بطوله العالم، البطولات اللي هي اللي بنقول عليها اللي هي المقياس الحقيقي مستوانا الفعلي في كاس العالم ان شاء الله. انا بهنيهم جدا على المباراه اللي هم ادوها اللي كانت شانه من بره من هاني وحسين وطبعا مدربنا على معلش طلع بالتمرين عشان اكلمك واخد بالي حاسس ان انت عمال تجري فانت فاجئتني، بس انا ما اقدرش اتاخر عليهم وكانت نسبه جميله ان انا اشكرك واشكرهم ان هم رفعوا كره اليد المصريه عاليا في فتره كانت ان احنا محتاجين ان احنا داخل مصر وخارج مصر، ودي كانت بالنسبه لنا نجاح كبير ان احنا كسبنا بطوله في اجواء زي بطوله ففي التوفيق ان شاء الله، واتمنى لهم ان شاء الله مزيد من التقدم والتركيز، لان احنا لازم ناخد الخطوه الجايه طوكيو ان شاء الله تكون خطوه جميله جدا جميله جدا بالنسبه لنا ان احنا نعمل نتيجه كويسه، مش ترتيب خامس سادس، لا نطلع كمان ان شاء الله باذن الله يا كابتن احمد. شكرا جزيلا كنت معانا.